وأما ما جاء من أحاديث التي ذكرت وهي أحاديث لا تصح نبينها مما استدل به على بعض الأقوال. ما جاء أن ساعة الجمعة التي يستجاب فيها من أنها تكون من بداية خطبة الخطيب إلى نهاية الخطبة فهو حديث ضعيف لا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ما جاء من حديث من أن ساعة الجمعة التي يستجاب فيها أنها من حين ما تقام الصلاة إلى أن يقف الإمام في مصلاه فهو حديث ضعيف لا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ما جاء من حديث من أن ساعة الجمعة التي يستجاب فيها من أنها من حين ما يقوم الإمام في مصلاه إلى أن يفرغ من الصلاة فهو حديث ضعيف لا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وما جاء من حديث من أن ساعة الجمعة التي يستجاب فيها تكون فقط في صلاة العصر في ثنايا الصلاة فهو حديث لا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وما جاء من حديث وهو حديث فاطمة عند الطبراني من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دنت الشمس للغروب ففيها ساعة الاستجابة ليوم الجمعة، فكانت فاطمة تأمر غلاما لها يقال له زيد فإذا دنت الشمس للغروب إذا بها تدعو. أيضا هذا حديث لا يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وما جاء من حديث من أن ساعة الجمعة رفعت نهائيا وليست موجودة فهو حديث لا يصح. روى عبد الرزاق أن أبا هريرة رضي الله عنه سئل أساعة الجمعة رفعت؟ فقال رضي الله عنه كذبوا. قيل له أهي باقية في كل جمعة؟ لأن هناك من يقول إنها في جمعة واحدة من السنة. قال هي في كل جمعة. هذا الحديث حديث صحيح، فيرد هذا الصحابي رضي الله عنه على من يزعم أنها رفعت.